يلا يلا ليل، يلا جاهزين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وطابت أوقاتكم في هذه الأثناء. نحن الآن نتواجد كما تشاهدون في المنطقة الشرقية، تحديدا في منطقة شارع عمان. هذه المنطقة التي قام الاحتلال باقتحامها قبل قليل، ونشر القناصة الإسرائيلية، ومن ثم قام بتأمين قطعان المستوطنين. مئات المستوطنين الآن دخلوا إلى ما يسمى بقبر يوسف هنا في المنطقة الشرقية، القبر الذي يدعي الاحتلال نسبه إلى النبي يوسف عليه السلام. في هذه الأثناء يعني كما تشاهدون المواجهات لا تزال مستمرة، الشبان ردوا من كل حدب وصوب صوب الجنود الاحتلال والأليات العسكرية الإسرائيلية بالرصاص الحي. يعني كما تشاهدون انتشار واسع للأليات العسكرية في هذه الأثناء. الشبان يعني نتحدث عن عشرات الشبان المتواجدون في هذا المكان حتى هذه اللحظة، ويردون على قوات الاحتلال بالألعاب النارية أيضا بالرصاص الحي. مقاومون أطلقوا صليات من الرصاص صوب الأليات العسكرية وجنود جيش الاحتلال. الاحتلال يغلق هذه المنطقة بالكامل كما تشاهدون. الاحتلال انتشر ونصب القناصة الإسرائيلية على أسطح المنازل في محيط قبر ما يسمى بيوسف. في هذه الأثناء اشتداد المواجهات. لو أحصينا عدد الإصابات التي نقلت إلى المستشفى، يعني تقريبا 3 إصابات نقلت إلى المستشفى حتى هذه اللحظة، جلها بالرصاص الحي، تم أخذها لتلقي العلاج. انتشار واسع للآليات العسكرية في هذه الأثناء، انتشار أيضا للشبان، إطلاق النار صوب الآليات العسكرية الإسرائيلية، أيضا إصابات واسعة في يعني صفوف الشبان حتى هذه اللحظة، وأعداد كبيرة من المواطنين حتى هذه اللحظة يواجهون جيش الاحتلال وغطرسته وعنفوانه أثناء اقتحام هذا القبر. هذه الاقتحامات لربما هو الاقتحام الثاني بعد إصابة ضابط المنطقة قبل اقتحامين برد أو بإطلاق نار من قبل المقاومين الفلسطينيين نحو الشبان. شايف الثاني؟ إذا الهلال الأحمر الفلسطيني في هذه الأثناء أعلن وبشكل رسمي عن حصيلة الإصابات في اقتحام الاحتلال لهذا القبر حتى هذه اللحظة. يعني 3 إصابات نقلوا إلى المستشفى، 12 إصابة نقلت بالغاز نتيجة لإطلاق الاحتلال، الغاز المسيل للدموع.
إذا أيضا إحدى الإصابات إصابة بقنبلة غاز بمنطقة الرأس، نقلت إلى مستشفى رافيديا، وهذه هي حتى هذه اللحظة حصيلة الإصابات من جراء اقتحام الاحتلال لقبر يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس. إذن في هذه الأثناء كما تسمعون إطلاق للرصاص الحي صوب قوات الاحتلال، الآن إطلاق للرصاص الحي صوب آليات الاحتلال. إذن كما تشاهدون قوات الاحتلال في هذه الأثناء تتقدم نحو هذه المنطقة، يعني تقدم للآليات العسكرية في هذه الأثناء. إذن مشاهدينا الكرام، يعني كما تشاهدون عبر هذه الصورة، الآن قوات الاحتلال تحاول التقدم نحو هذه المنطقة، منطقة تواجد للشبان، و يعني محاولة استهداف الشبان عبر القناصة الإسرائيلية منذ لحظة وصولهم إلى منطقة قبر يوسف. الآن على ما يبدو وحسب الأنباء التي تتوارد وصول تعزيزات نحو هذه المنطقة، إذن وصول تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال نحو المنطقة على ما يبدو في هذه الأثناء.
إذا مشاهدينا الكرام في هذه الأثناء إصابة بالرصاص الحي لأحد الشبان في منطقة الخاصرة، إذا إصابة بالرصاص الحي في هذه الأثناء. إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية حياكم الله في هذه التغطية من المنطقة الشرقية لمحيط قبر يوسف. انتشار واسع للآليات العسكرية، اقتحام كبير لجيش الاحتلال، هو يعني الاقتحام على ما يبدو الأضخم بعد إصابة قائد المنطقة برصاصة من قبل مقاومين أثناء اقتحامهم لهذه المنطقة. المحاولات كانت هي وضع بؤرة استيطانية في جبل البرنار أو في منطقة الشرق. إذن استهداف قوات الاحتلال كما تشاهدون في هذه الأثناء، استهداف على ما يبدو بعبوة محلية الصنع. إذن استهداف آليات الاحتلال على ما يبدو بعبوة آليات الصنع في هذه الأثناء. الاحتلال ينتشر كما تشاهدون في هذه الصورة بكثافة في المكان، على ما يبدو وصول تعزيزات من جيش الاحتلال لمحاولة إسنادهم على ما يبدو، وارتفاع عدد الإصابات حتى هذه اللحظة إلى 4 إصابات. إذا مشاهدينا الكرام نسرد ما جرى منذ يعني اقتحام قوات الاحتلال وحتى هذه اللحظة. الاحتلال قبل أيام أعلن وبشكل رسمي عن نيته اقتحام لمنطقة قبر يوسف في المنطقة الشرقية. اليوم اقتحم الاحتلال بعد يعني قرابة الأسبوع من التهويل بالاقتحام، اقتحم بما يزيد عن 1000 أو عفوا ما يزيد عن 100 مستوطن، مئات المستوطنين بحماية من جيش الاحتلال اقتحمت إلى هذه المنطقة. الاحتلال انتشر عبر الأسطح في هذا المكان، منطقة شارع عمان في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، إطلاق للرصاص. المقاومين الفلسطينيين ردوا على جيش الاحتلال بعدد أو بوابل من صليات الرصاص من كل حدب وصوب. الاحتلال أيضا رد على الشبان ما أدى إلى إصابة 4 شبان حتى هذه اللحظة، آخرهم كان برصاصة حية في منطقة الفخذ، وصلت أو نقلت إلى مستشفى رافيديا. أيضا إصابة بقنبلة غاز في منطقة الرأس، أيضا نقلت إلى مستشفى رافيديا. الاحتلال ينتشر ويحاول التقدم لمحاولة إبعاد الشبان وتأمين هذه المنطقة. كما تشاهدون انتشار للآليات العسكرية والشبان يقومون بإطلاق الرصاص الحي وأيضا إطلاق العبوات محلية الصنع وأيضا الألعاب النارية.
إذن مشاهدينا الكرام، يعني حصيلة مواجهات قبر يوسف إلى الآن أو إلى حتى هذه اللحظة إصابة في الرصاص الحي بالفخذ نقلت إلى مستشفى رفيدي، أيضا إصابة واحدة بقنبلة الغاز بالرأس نقلت إلى أيضا إلى مستشفى رفيديا، جروح أو إصابة من نتيجة لجروح بعد وقوع أحد الشبان أثناء محاولته الفرار من جنود الاحتلال، أيضا 12 إصابة بالغاز المسيل للدموع، إصابة لأحد الشبان أيضا بشظايا الرصاص الذي أطلقه الاحتلال نحو الشبان، وأيضا الإصابة الأخيرة إصابة في منطقة الخاصرة برصاصة حية من جنود أو مقناص لجيش الاحتلال، تم نقله أيضا إلى مستشفى رفيديا في هذه الأثناء، ولا تزال المواجهات كما تشاهدون في هذه الصورة مستمرة حتى هذه اللحظة. اقسم بالله جيبك إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حياكم الله في هذه التغطية المسائية من محيط قبر يوسف تحديدا من منطقة شارع عمان لتغطية اقتحام قوات الاحتلال إلى منطقة قبر يوسف في هذه المنطقة التي يعني يحاول الاحتلال دائما نسب هذا القبر للنبي يوسف عليه السلام ونسب ملكية هذا القبر بأنه يعود لليهود، يعني الاحتلال وبأعداد كبيرة من قطعان المستوطنين في هذه الأثناء اقتحمت مكان القبر لتأدية الطقوس التلمودية، والأمر الذي يعني أدى إلى نشوب مواجهات عنيفة ما بين الشبان وقوات الاحتلال،
يعني لو تحدثنا في البداية كان يعني ممكن أن نتحدث أن مئات الشبان حضروا إلى هذا المكان، وجرت مواجهات عنيفة ما بين الشبان وقوات الاحتلال، أيضا مقاومون فلسطينيون من عدة أو على عدة محاور قام بالاشتباك مع قوات الاحتلال وأطلقوا الرصاص الحي نحو الأليات العسكرية الإسرائيلية، والأمر الذي دعا جيش الاحتلال إلى رد على أو الرد على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أو عدة إصابات بالرصاص الحي التي وصلت إلى المستشفيات الفلسطينية هنا في مدينة نابلس. أيضا الشبان أطلقوا قنابل أو العبوات محلية الصنع نحو الأليات والعسكرية وجيش الاحتلال، وأيضا الشبان يطلقون الألعاب النارية صوب جنود الاحتلال في هذه الأثناء كما تشاهدون في الصورة. لا تزال المواجهات مستمرة، انتشار للشبان في المكان، الشبان يقومون بإلقاء الحجارة صوب الآليات العسكرية ليؤكدوا تفنيد الرواية الفلسطينية بملكية هذا القبر وأنه يعود للفلسطينيين لا يعود للجيش أو لا يعود للجانب أو للاحتلال الإسرائيلي. كما تشاهدون الشبان يحاولون في هذه الأثناء الوصول أو الاقتراب من الآليات العسكرية لرجمها بالحجارة كما تشاهدون، وانتشار واسع في هذا المكان للشبان. إذن مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حياكم الله في هذه التغطية المستمرة من محيط قبر يوسف. وفي هذه الأثناء الإعلام العبري تحديدا القناة 13 الإسرائيلية تعلن رصاصة اخترقت إحدى باصات المستوطنين وأصاب مستوطن في البطن، إذن إصابة لأحد المستوطنين
في منطقة البطن كما تتناقله وسائل الإعلام العبرية من جراء الاشتباكات المستمرة الدائرة في محيط قبر يوسف بعد اقتحام الاحتلال إلى هذا القبر. إذا حتى هذه اللحظة لا ندري صحة هذه أو صحة هذا الخبر، لكن وسائل الإعلام العبرية في هذه الأثناء تتناقل خبر إصابة أحد المستوطنين برصاصة من جراء إطلاق الشبان الرصاص الحي نحو الباصات أو نحو باصات المستوطنين أثناء اقتحامهم لمحيط قبر يوسف من أجل القيام بالصلوات التلمودية في هذه الأثناء. أيضا مشاهدينا الكرام، هناك تناقل عن وسائل الإعلام في هذه الأثناء، وسائل الإعلام الفلسطينية ووزارة الصحة تؤكد إصابة خطيرة جدا لأحد المواطنين أثناء الاشتباكات في مدينة نابلس في هذه الأثناء، وهناك مناشدات لضرورة التبرع بعدد من وحدات الدم في مستشفى رفيديا في هذه الأثناء. إطلاق رصاص في هذه الأثناء، إطلاق للرصاص في هذه أو إطلاق للغاز المسيل للدموع إذا مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم قبل قليل الاحتلال يطلق وابل من الغاز المسيل للدموع نحو الشبان، يعني كما شاهدتم العديد قبل قليل من الإصابات بالاختناق بالغاز، والشبان قاموا بمحاولة إعادة القنابل الغاز إلى الخلف قليلا لمنع تأثير هذه القنابل بالشبان المتواجدون هنا في هذه الأثناء. جواد،
إذا مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم عبر البث المباشر قبل قليل، جنود الاحتلال أطلقوا وابل من الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان لمحاولة تفريقهم. الشبان قاموا، وكما أيضا شاهدتم أنهم قاموا بإعادة هذه القنابل ومحاولة إبعادها إلى الخلف قليلا من تخفيف أو للتخفيف من حدية الاختناق بالغاز المسيل للدموع. الشبان عادوا مرة أخرى إلى هذه المنطقة، الآن يعني في محيطنا عدد كبير من الشبان ينتشرون، ومحاولة لإعادة الاشتباك وإطلاق للرصاص وأيضا إطلاق الحجارة نحو الآليات العسكرية. عشان ما سكر هيك افضل، افضل هيك بسرعه اكيد إذا مشاهدينا الكرام عبر وكالة جي ميديا الإعلامية، حياكم الله في هذه التغطية المستمرة من محيط قبر يوسف الذي يدعي الاحتلال نسبه إلى النبي يوسف عليه السلام. الاحتلال وبرفقة مئات المستوطنين اقتحموا إلى هذا القبر من أجل أداء الصلوات التلمودية للشعائر والشعائر الدينية الإسرائيلية. أيضا الاحتلال ينتشر بكثافة في هذا المحيط عند مفرق أيضا مخيم بلاطة، يحاول أو تجدد الاشتباكات بين كل لحظة وأخرى ما بين الشبان وقوات الاحتلال، إطلاق للرصاص الحي صوب الآليات العسكرية الإسرائيلية.
أيضا إطلاق للاحتلال يرد بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع كما قبل قليل كما شاهدتم عبر هذا البث المباشر لإطلاق آليات الاحتلال الغاز المسيل للدموع نحو الشبان لمحاولة تفريقهم من المكان وإبعادهم بالقوة. الشبان عادوا انتشارهم في هذا المكان في هذه اللحظات كما تشاهدون انتشار واسع للشبان، يمكن أن نتحدث عن مئات الشبان الآن يتواجدون على طول امتداد هذا الخط هنا عند شارع عمان وبالقرب من مفرق هذا القبر، قبر يوسف، وأيضا انتشار عند حاجزي أو عفوا عند مفرق مخيم بلاطة. في هذه الأثناء المواجهات لا تزال مستمرة، الاشتباكات تتجدد بين كل لحظة وأخرى، الاحتلال يحاول بين كل لحظة وأخرى أيضا التقدم إلى نحونا لمحاولة إبعاد الشبان عن هذه المنطقة، والمواجهات لا تزال مستمرة. إذن الآن كما تسمعون أصوات الإرباك أو أصوات الضوضاء التي ينفذها الشبان هنا لمحاولة إرباك قوات الاحتلال، أيضا كما تشاهدون عبر الصورة إطلاق لقنابل المولوتوف نحو الآليات العسكرية من قبل الشبان في هذه الأثناء. أيضا ننوه للسادة المشاهدين أن هذا الاقتحام هو الاقتحام الأول بعد يعني محاولة اغتيال أو اغتيال عفوا الشهيد والقائد إبراهيم النابلسي هنا في مدينة نابلس قبل قرابة الأسبوع. هذا هو الاقتحام الأول، الشبان جاءوا هنا يهتفون باسم النابلسي وأيضا يواجهون الاحتلال كأول
مر منذ فترة طويلة يواجهون الشبان بهذه القوة وهذه بهذا الحماس والتقدم نحو الآليات العسكرية، إطلاق الرصاص نحوها وأيضا قنابل المولوتوف والعبوات محلية الصنع والألعاب النارية، ويعني انتشار واسع. لو ينقل لنا المصور الصورة في هذه الأثناء، انتشار واسع للشبان بالقرب من الآليات العسكرية. الآن يعني كما تشاهدون إصابة لأحد الشبان، إصابة بالرصاص الحي في هذه الأثناء لأحد الشبان. حبيب إذن إصابة بالرصاص الحي في هذه الأثناء، يعني كما تشاهدون إصابة بالرصاص الحي في هذه الأثناء، إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال في هذه الأثناء. على ما يبدو إصابة أخرى، يحاول الإسعاف في هذه الأثناء نقلها. على ما يبدو إصابة ثانية من قبل قوات الاحتلال بعد إطلاق الاحتلال للرصاص الحي نحو الشبان في هذه الأثناء. إذن مشاهدينا الكرام، الإصابة التي نقلت عبر البث المباشر قبل قليل هي إصابة في منطقة الصدر، إصابة خطيرة. الطواقم الطبية تعلن أو تقول أن الإصابة على ما يبدو خطيرة وفي منطقة الصدر، في هذه الأثناء جاري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. إذن إصابة خطيرة في منطقة الصدر بعد إطلاق الاحتلال للرصاص الحي صوب الشبان.